حمد الحبيب الهرجام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، إن الثورة التي أطاحت بنظام الحكم والاستبداد أصبحت في الآونة الأخيرة تعاني من حالة تراجع وارتداد تمثلت في انحسار قوة اندفاعها وهبوط مستوى إيد الشعب لها، حتى آل الوضع إلى أسوأ ما تكون عليه الحال بالبلاد، فاتسمت بانقسام صفوف الشعب وتشتت جهود أفراده وعرقلة البعض للبعض، معوقات وكمائن وفزاعات ومناورات على ركوب الثورة واختطاف إنجازاتها، اتجاه إلى التركيز على الأوضاع السلبية وغض الطرف عن الإنجازات السياسية التي نتجت عن اندلاع الثورة والتي هي من قبيل العوائق التقليدية التي تمر بها كل الثورات، استغلال ضعف الرؤية السياسية لشباب الثورة وقلة خبرتهم السياسية والعملية ومحاولة استقطابهم في حركات وأحزاب وائتلافات تعاني من خلافات فكرية وسياسية عميقة ودفعهم إلى مسارات غير موفقة تغلب المبدأ على المصلحة والتظاهر الميداني على الحركة السياسية الفاعلة، والإصرار على دعوات جامحة محكوم عليها بالفشل ولا تؤدي إلا لتوفير الفرصة لإشعال حملات التخويف ضدهم، استمرار عناصر النظام السابق المستشرة في جسم مؤسسات الدولة في نشاطها الخفي والمدمر لإفشال الثورة وعرقلة محاولات التغيير وضرب مكامن القوة عبر تكريس نوازع الانقسام وإشعال حرائق الفتن وتفجير بؤر التوتر، معتمدة في ذلك على قدراتها المالية وإمساكها بمقابض السلطة ومنابع التنمية. الموجة المعلنة بين الموجات السلفية وقوى ليبرالية وقومية ويسارية ونخبوية لا تملك بالضرورة رؤية موحدة وواضعة للعهد الجديد، أو نزعة للتوافق فيما بينها، أو قدرة للوصول إلى عقول وقلوب القوى الشعبية الحالمة بمستقبل زاهر. تعثر السلطة وعدم توفقها في إرساء خطة اقتصادية ناجحة لأسباب مقبولة وأخرى غير مقبولة بالمرة، وذلك في كل المجالات، وهو ما حال دون تحقيق إنجازات يشعر بها المواطن المتطلع لانعكاسات الثورة على أوضاعه المعيشية، مما عرضها إلى حملات التشويه والتجريح وحصرها في مربع الاتهام بهدم القديم وعرقلة بناء الجديد والمسؤولية في تردي الأمن وانهيار الوضع. هذه هي الحالة التي تردت إليها البلاد، والكل مساهم بدرجات مختلفة فيما وصلت إليه. ومهما يكون من أمر هذا الوضع، فإن لزوم غلبة الحكمة والعقل والموضوعية على تصرفات الجميع وعلى مواقفهم أمر لا مناص منه لتحقيق معادلة غير مسبوقة على ساحة العمل السياسي المسؤول، تتمثل في التقاء العروبة والإسلام والليبرالية على صعيد واحد وفي إطار عملية مشتركة، بما يضع على عاتق الجميع سلطة ومعارضة ومؤسسات مدنية استحقاقات سياسية ومسؤوليات تنظيمية لاستكمال المسيرة الديمقراطية ونجاح أول تجربة ثورية لم تشهدها البلاد منذ قرون، مع ما يتطلب ذلك من إرساء قواعد راسخة من الثقة والتوافق والمشاركة بين جميع الأطراف داخل المؤسسة التشريعية الشرعية وخارجها بمعايير واضحة للتعامل سياسة وسلوكا، بما يفرض على الجميع وعلى السلطة الحاكمة خاصة الالتزام بالثوابت التالية: إنهاء أي حساسيات في علاقاتها بالقوى الشبابية الثورية التي يرجع إليها الفضل في إيصالها إلى مواقعها الحالية، المضي قدما دون تراجع أو تردد في مشروع الحرية حتى النهاية، وحسم خياراتها في التحالف مع القوى الحدثية المعتدلة لبناء المجتمع الديمقراطي الذي نصب إليه جميعا، الابتعاد عن أسلوب تحقيق الأجندات الخاصة عبر عقد الصفقات
وتبادل المنافع مع السلطة الحاكمة والقوى المؤثرة على الساحة. شكرا سيدي الحبيب للإجراءات